بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا عن كارثة طائرة سيد السائح والتي سقطت فوق منطقة سيد السائح في ديسمبر 1992، نفس التاريخ تقريبا التي سقطت فيه أو أسقطت فيه الطائرة فوق قرية لاكربي. هذه في 21 وهذه في 22 ديسمبر 1988 لاكربي، وطائرة السائح 1992 راح ضحية لاكربي 270، راح ضحية منطقة طائرة سيدي السائح 170 إنسان. النظام ردود فعله كانت عجيبة جدا، يعني تصريحات تشير إليه بالاتهام أكثر منها، وبالعبث والاستهتار واللامبالاة أيضا. يعني بعد سقوط الطائرة بأسبوع قاعد يقول مرة أخرى، نذكر المشاهد الكريم كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن طائرات واجدة سقطت وهذه واحدة منهن. هذه كلمة تقال يعني في أشياء ما فيهاش كارثة كيف هذه، كأن الحدث هذا راه عادي ديما يصير، ياهو عادي جدا ما تعدلوش عليه. وبعدين بدأ يشير بأصابع الاتهام للغرب والمخابرات الغربية والجيش الإيرلندي والآخرين وقطع الغيار. طب إذا كان عندك أنت قطع غيار ناقصة وعندك مشاكل، ما تمشينش الطائرات، ما تمشينش إذا كان صحيح كلامك صحيح. أصحاب نظريتين ذكرنا، نظرية أن الطائرة حادثة بطائرة عسكرية، والنظرية الأخرى اللي حتى هي لها ثقل كثير جدا أن هو إسقاط مقصود. الطائرة دخلت في طرابلس في ما يسمى بالحظيرة، لما تدخل الحظيرة للصيانة، لكنها خرجت في توقيت كان أبدر جدا، مبكر قبل أن يصل مهندس الصيانة حسب إحدى الروايات، ما يدل على أن شيئا ما وضع في تلك الطائرة ولا يريد الجميع أن يدل عليه. يقال حسب تلك الرواية أن المتفجرات الطائرة تعبت بالمتفجرات بغرض تفجيرها فعلا، وكان يفترض أنها تنفجر في منطقة ما مش فوق مدينة طرابلس، منطقة أخرى، لكنها عندما لم تنفجر أرسلوا لها طائرة عسكرية لإسقاطها. هذه هي نظرية المؤامرة، أو نظرية التي تقول أن الحادث مقصود. بعض أدلتهم مرة أخرى، تذكير لنفسي والمشاهد الكريم، أن الحالة اللي وجد عليها المادة الطائرة يعني ذايبة من صهرة من فحمة. بعض الإخوة كتب في أحد المقالات حتى كولومبو السفينة الفضائية لقوا بعض طروفة قعدات، ولاكربي طروفة كبار موجودات، هذه شبه ذايبة من الصحراء وتفحمت، والجثث أيضا، والعملية أن كانت فعلا مغروس فيها شيئا ما الطائرة، هكذا تواتر. الشيء الآخر، في مدينة بنغازي يروى أن عبد الله السنوسي كان هناك في ذلك الصباح اللي انطلقت منه الطائرة من بنغازي، مسؤول على ما يسمى بالتسفير العسكري. فيه ضابطة أخرى دخلت الطائرة ونزلت بعض الناس الموليين للنظام في اللجان الثورية على مستوى يعتبر بالنسبة لهم كبير، بالنسبة لنا نحن واطي جدا، نزلت من الطائرة، نزلت شخصيات معينة من الطائرة. إذن حالة الطائرة الأرض، التنزيل، التسفير، دخول الطائرة للحظيرة وخروجها قبل الموعد الذي يجب أن تخرج فيه، وصول مهندس الصيانة، هذه كلها مؤامرات، أو هذه هي كلها نظرية تؤيد فعلا يعني الطيران. طائرة متاع شركة النفط أيضا شاهد هذا الأمر، وأيضا شهادت الطيارين، أعتقد أنهم أحياء الحمد لله، ومستحيل أن تكون هذه الحادثة. محاكمة الطيارين، الطيار ومساعدة، محاكمته بهذا الشكل وحبسهم 3 سنين والإقامة الجبرية وما إليه، يعني يدل فعلا أن في ضغوط من النظام عليهم، يعني لأن لو كانت فعلا حادث
لا يتعرضوا إلى ما تعرضوا إليه، يعني قدر الله ما شاء فعل ويحقق وتعلن ويخرج رئيس الدولة يقول كذا وكذا حادثة وحصلنا وهني، لكن الناس تبهدلوا عليهم ضغوط كبيرة جدا. الطيار مساعدة أيضا مقتل بكار، إبراهيم بكار طالب بالتحقيق وأقسم أن يحقق في القضية، وطبعا نهوه صفوه يعني عندما كذا. هذه مؤشرات كثيرة تقول أن هناك حادث إسقاط حتى يعطي نظام يتهم بها الغرب. لما تسقط، لما يعبوها متفجرات وتسقط يقولوا لأن فيه أسطول الأمريكي كان موجود، يقولوا أمريكا أسقطت لنا طائرة ونحن عندنا مشكلة طائرة لوكربي وهكذا، يبي يساوم بها بدليل تحدث بها القذافي بعد الحادثة. يعني أول أفكار جت لمعمر هي قضية لوكربي يطيحون طائرة بيطيحون مش عارف إيش وكذا يعني وهكذا. ولا بد من فتح ملف التحقيق في هذه الطائرة وفي اليوتا وفي لوكربي وجميع التحقيقات. نحن لا نرضى بهذا ونعتقد اعتقاد جزم إن ليبيا ظلمت، ليبيا ظلمت، شعب كامل ظلم، دفع ثمن قرارات هوجاء أو اتهامات هوجاء، حتى لو كان اتهام باطل نحن دفعنا ثمنه، نحن شعب حكم علينا، صدر علينا حكم قبل إثبات أن طائرة لوكربي نحن وراها، دفعنا ثمن كبير، ودفعوا شياب وعزائز بعدوا يعالجوا مستشفيات، لا درنا سبيترات باش قعدنا، لا درنا حاجات في ليبيا، احتجنا للخارج. لما تقعد شيباني 70 و75 سنة بيسافر لتونس ومصر ووصل للأردن باش يعالج ما بيش طائراته في حظر الطيران، لأن السيد الرئيس مشترك في هالخملة جدا بدل ما يشترك في البناء والعطاء والنمو وتقدم الدولة، خذا فلوسنا وثروتنا ونهارنا الأسود وعزقهم في فلبين، نيكاراغوا، الجمهور الإيرلندي مش عارف الجيش الإيرلندي، ايش دخلنا بهم يا أخي الكريم؟ ايش دخلنا بهم الموضوع؟ غرنوا بنو بلادنا نحن. وهالمصاريف هذين كله نجي لطرابلس القام عبي يحفر، وما فيش بنايات، ما فيش مدارس، ما فيش مستشفيات كويسه، ما فيش شبكه مواصلات في ليبيا في العاصمه، عاصمه الدوله بتروليه، تخش يا راجل حتى في زيمبابوي مدن احسن منها. يعني شنو هالعقليه هذه؟ واين كنا نحن؟ ما نعيش عارف كيف؟ يعني حتى لو باني بلادك ومصوتها وكويسه وتمام 100% وبعدين تبي تكسد شويه التقاتل انت وهذا، لكن لا عقبت قفصه، لا ايرلندا، لا نيكاراغوا، لا لوكربي، لا يوتا في اغاديس، لا تشاد. يا اخي شنو هالمصيبه هذه اللي طاحت في ليبيا؟ وتلقى واحد يقول لك يا يوم من ايام معمر علشان خبزه ولا علشان غاز؟ نسيت الكوارث دي كلها يا سيدي. انا ما نبيش لا غاز ولا خبزه ولا نبي سيوله، بس ما نبيش اي، فاذا كان اموالنا يقعدن هنا بكره بعد بكره نبنوا بين حاجه يحصلون احفادنا يحصلون كذا. فلذلك يا اخي الكريم ماذا نستطيع ان نخرج من هذه العلاقات مع الدول؟ تكون علاقات رائعه، علاقات جيده، علاقات اخذ وعطاء وبناء ومصالح مشروعه، علاقات ثقافيه اقتصاديه صناعيه هكذا. الراعي كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته، هذا مش راعي النظام. انا ما احكيش على شخص واحد، لكن هذا الشخص لقى مرضى واجدين معاه، لقى ناس واجدين مرضى نفذوا له كل اللي يبيه من اجل ان يعيشوا هم بس فقط في اشخاصهم، عشان يبني لي فيلا وكراهب ويسافر ويخش ويطلع، مش مهم البلاد تنقعد، ما هو حتى قد تعاني يوم من الايام انت واحفادك واحفاد احفادك وانا كلنا نعاني. ولذلك لابد من اعاده صياغه كل شيء. ماذا تعني كلمه حكومه؟ ماذا تعني من كلمه تراعي؟ ماذا تعني كلمه ولي امر؟ لمن الطاعه؟ من نطيع؟ كيف نحاسب الحاكم؟ كيف نعين الحاكم؟ لازم نتغيره، والا جينا واحد اخر اشر رهبال من هذا نقعدوا في نفس القضيه ونفس الاشكاليه ونفس كذا. البطل الصنديد الصقر الوحيد المتحدي، تش التحدي يا راجل؟ ابني لك طرق ومستشفيات وخلي الناس اشغال واعمال وقروض وسفر وتجاره حياه كيف الدول الثانيه. قال اني جاعل خليفه في الارض، مش دمار بتدمر وتفشخ وتدير. فلذلك قد يكون لنا عوده لهذا الموضوع، لكن الان من هم ضحايا تلك الطائره المنكوبه المساكين؟ يعني الذي يجب اشجعهم على فتح الملف حتى الان، طلب تعويضات 10 ملايين لكل امريكي، ونحن حتى في الجرائد ما تلقاش، يعني حتى ندور على معلومات على الطائره وكذا بالرجل يابس، نصب تذكاري وتعويضات وحكومات وقطع علاقات، خير مننا هم والله كيف يعني؟ ونحن مش بشر يعني؟ نحن مش بشر؟ ما يندرناش لا نصب لا تعويضات لا تحقيقات حقيقيه لنعرف الحقيقه على الاقل الحقيقه. دعني اسرد للمشاهد الكريم قائمة الضحايا قبل أن يأخذنا الوقت، ثم إذا كان هناك من وقت نعرج على دروس وعبر عن تلك الكوارث. قائمة الضحايا لطائرة 1103، قائد طيار، قائد الطائرة السيد المرحوم علي عبد المالك الفقيه، مساعد طيار محمود عيسى، مساعد طيار متدرب عبد الجليل الزروق، مهندس جوي سالم محمد أبو ستة، طاقم الضيافة
رئيس طاقم ضيافة محمد علي بن عمر، مضيف جوي عبد الوهاب شعبان بكرة، مضيف جوي خيري محمد منيدي، مضيف جوي أحمد لمين الجعفري، مضيفة جوية إلهام عبد السلام بيران، مضيفة جوية وفاء أسعد الزنتاني. على متن الطائرة كان أيضا مهندسين وطيارين، معاه مخر رقاب، مهندسين وطيارين ماشيين لطرابلس لبعض القضايا لها علاقة بالصيانة والطيران ومن الطاقم، مش بطال يعني. كمهندس الصيانة الأرضية، كبير مهندس الصيانة كان محمد سالم العبيد أحد الضحايا، مهندس صيانة ناصر إبراهيم الحداد، مهندس صيانة فؤاد عبد الجواد عمير، مهندس جوي عبد السلام محمد الربيعي، قائد طيار نوري أحمد المزغي، قائد طيار صالح محمد جعودة، طيار طه حسين الغناي، طيار نجيب حمزة محفوظ. هذا الطاقم كامل من الصيانة والهندسة والطيارين كانوا من الركاب. يعني شوفوا الوطن قديش فقد، يعني قديش فقد في تشاد، في بوسليم، في الأيز، في يا الله يا كريم، في الطائرات، في الشنق، في القتل، في الاغتيالات. تشنو كنا في مزرعة، نحن مش في نظام مزرعة، كل ما تطير لهكاي يقتل له 50 60، يشنق 10 12، يفشخ. وبعدين نقطة نسيتها بتاع الجمهور الإيرلندي، هذا اعتراف، اعتراف من قائد دولة بأنه كان متورط في قضية الجيش الإيرلندي. بكرة بعد بكرة ينوض واحد إيرلندي من الأجيال الجديدة يفتح لنا محكمة جديدة ونهارنا أسود وفلوسنا ريحا. فيا أخي الكريم، الله أعلم، مش عارف أنا شنو هي، هل كيف يفكر النظام السابق والرجال اللي حواليه، وهالأساطين اللي 24 ساعة كملوا 40 سنة هم مدح وغناء ورقيص ودفاع على معمر، وهو مقاعر الدنيا بيعها من أولها لعقابها، وباعلكم وخلاكم في مشاكل القرنين الجايات تعانوا منهن. ولذلك خلينا مرة أخرى نكمل القائمة، قائمة الركاب الليبيين: ناجي الثالوثي، أحمد محمد، حسين حورية، وليد محمد عبد القادر، طارق عوض عبد الحليم، عبد الله الصالح، صالح محمد محمد، محمد أحمد، محامي عبد العاطي 11، محمد عمران علي، محمد موسى المصماري، فرج محمد صالح، مصطفى محمد حسن زيدان، أحمد إسماعيل، محمد محمد عثمان، عوض ميلاد حسين، عبد الله رافع أبو زعكوك، خالد حسن الحداد، خديجة عثمان لوجلي، مصطفى عمر مصطفى، جمال محمد مسعود الطرابلسي، نعيمة محمد مسعود الطرابلسي، محمد إبراهيم، محمد سالم الفرجاني، سعاد عبد الله حشاد، جمال المقمس آسف جدا، بن عزوز عباس، عبد المنعم أحمد الشافعي، عبد الجواد مختار، عبد النبي حميدة، فتحية عبد المقصود، مصطفى عبد الفتاح، الأبيض صالح، عبد الحميد العباني، عزمي البدري، توحيدة بدر، خديجة علي، عبد الله محمد بن قدارة، عالية داود، ياسين محمد، محمد المبروك رضيع، رضيع محمد المبروك، غزالة داود، كمال الطيب، معز الدين حسن، فتحي سالم محمد، سالم الشريف حكم كرة القدم معروف، عبد العزيز الترهوني، عياد الترهوني، محمد مصباح، إبراهيم علي، دكتورة زينب المصري أستاذة جامعية، فوزي محمد أبو زر، أحمد ناصر الإسكندراني، تامر أحمد الإسكندراني رضيع آخر، تامر أحمد الإسكندراني رضيع آخر، فايز الشاعري، دكتور سعد بن حميد دكتور يعطيني كورس يا في التفاضل يا أما في الكالكولوس في الحساب في كلية العلوم في طرابلس، نعرفه كويس، مقريني يعطيني مادة، فايز الشاعري، دكتور سعد بن حميد رحمه الله، صالح سالم العماري، رجب المغربي رئيس تحرير جريدة الرقيب، ناصر بشون، ماجد زيدان، سعد ونيس العرفي، رضا أبو قصة، وقيمة الإنسان كلها كاملة، سواء كان رئيس دولة وإلا عضو هيئة التدريس ولا محامي، بس هكذا لأن المعلومة متوفرة لا أكثر ولا أقل، إنما قيمتهم عند الله بإذن الله كلهم كبيرة جدا. ماجد زيدان، سعد منيس العرفي، رضا أبو قصة، عبد الله الأصفر، أحمد عمر الفرجاني، رمضان نجم، فرج حسن المصلي، محمد صالح، أحمد سامح، سامي محمود، علي طه، محمد سالم محمد، عياد أبو بكر مفتاح، أحمد عبد العليم الأوجلي، فرج المشيطي، عادل عوض السعدوية، عصام عوض السعدوية، فتحية الهمالي، عبد الكريم إسماعيل، أبو بكر صالح حافظ، أبو بكر صالح حافظ، عبد السلام جبريل، موسى حميد شاكر، عبد الهادي مسعود، عبد السلام بالعيد فرج، مبارك عطية، منير زيو. أيضا هؤلاء الليبيين حتى الآن اللي ذكرتهم، في ناس مش ليبيين مساكين يعني جابتهم الأقدار للرزق أو لأكل العيش، منهم رضا بديع
النقطي من بنغلاديش، بدرية رضا، مهند رضا، سليم رضا، عائلة يا رجل كاملة، محمد رضا، نبيه رضا، حسام وفاء رضا، بعدين ناجي إبراهيم، رضا يحاتي، نوني مدينة، ممكن أنا أنطق صعب لأن الأسماء أجنبية مترجم العربي، رضا بحاتي، نوني مدينة، أوكبتين كواستي، محمد بوتاريو، أمانيول مفسود، أم شيفيان، واحد اسمه تشيوي، فيكتور فرازك، فالنتين أيفانوف، سانتو ميكاليف، عبد الله علي، جمعة عبد العزيز سلامة من مصر، هذا كل الباقي من مصر، جمعة عبد العزيز سلامة، شريف محمود طايل، عبد الفتاح محمود، عبد الرحمن علي جمل، صبحي محمد، بسام عبد الغني خميس، عبد العالي إبراهيم، أشرف فهمي طايل، عبد المنعم محمد محسن، عبد الباقي مصطفى، جمال فهمي محمود، سعيد رشاد عبد الحليم، السيد صبحي المغربي، سامي حسن أبو علي، سيد عبد الله نجيم علي، ناصر عبد العزيز جاد، عباس إبراهيم عباس عجلان، إبراهيم عبد العزيز علي يوسف، مجدي عبد السميع عباس، أسامة محمد صادق، وأحمد جلال أبو الفتوح. هذول مصريين اعتمدت اعتماد كبير في قضايا الطائرة هذه بالذات على ملف أعد الأستاذ أسعد صالح والمهندس فوزي نجم والطيار صلاح بوغزيل من جنيف في سويسرا، والتضامن أيضا. يا أخي الكريم، هؤلاء الضحايا كلهم، كل واحد منهم بأمة بدولة بعمل في كذا، وضحايا الكل لما نجمع ضحايا الطائرات الأربعة. قبل أن أنسى، انظروا كيف يعامل مرة أخرى، معلش هذه نقطة تحسسني فيها بالمرارة والله، كيف يعامل الأنظمة الأخرى مواطنيهم، وكيف يعامل مواطنيهم، بل أن الطائرة التي الطائرات التي سقطت كلها فيها مواطنين دعمتهم فرنسا ودعمتهم أمريكا وبريطانيا، وهم مش لبريطانيين لأمريكيين فرنسا، اللي تشاد، اللي في الكونغو، اللي من الجزائر، اللي كذا، طالبت بحقوقهم ودراتهم نصب، حتى مش مواطنيها يا أخي. ليش حكامهم يعملوا فيهم بتلك القيمة وحكامنا يعملوا فينا بهذا المستوى؟ لأن نحن يا سيدي الكريم لم نرسخ قيمنا، نحن لم نرسخ قيم من هو الحاكم، كيف نختار من هو ولي الأمر، شنو صفاته، نحن ما نحطوش في الحكام يجوا غصبا عننا بالدبابة ويقعدوا معفسين علينا لين يموتوا والله ربك ياخذهم. الآخرين يجيبوا في حكامهم، هم اللي يجيبوا فيهم، وبالتالي يعتبر في نفسه موظف. الحاكم في الخارج في الدول الغربية موظف يخدم في شعبه ويطلع 4 سنين 4 سنين 2، وهذا هي فكرة الحاكم في العالم الإسلامي، نفس الشيء في الثقافة الإسلامية، كلكم راع وكلكم مسؤولين عن الرعية. نحن قعدنا كلنا راعية وكلنا مسؤولين عن الرعية، غير شيء بيذبحنا، قتلنا، فشخنا، خذ فلوسنا، خذ ثرواتنا، وتبقى تقعد كان ما متش كاهي، ما تنتزعش من هالملك هذا أبدا. ولذلك علينا أن نعيد صياغة ثقافتنا، صياغة كل شيء. ضحايا الأحداث الطائرات الأربعة 705 ضحية سقطوا يا أخي الكريم، في ليبيا في بعضهم من 88، اليوتي اي في 88، لوكربي في آسف لوكربي في 88، اليوتي اي في 88، سيدي السايح في 92، قريبات في خلال 3 سنين 4 سنين سقطت 500 ضحية بالطائرات في ليبيا، 597 مذابح، هذه مذبحة يعني، زيدها طائرة فبراير 73، المجموع كله 705. هذه الطائرات اللي عرفنا عنها، ما ناهيك عن الطائرات العسكرية، عن القضايا الطائرة اللي ما نسمعوش عنها، عن الاختفاء، عن السقوط لروح حادث، عشرات لو الإنسان ينقب. فهؤلاء الضحايا سيدي الكريم دليل الإهمال، ودليل أيضا ردود الفعل الباردة 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 تجاه طائرة سيدي السايح وتجاه طائرة فبراير. ما كانش قوي، ما كانش النظام يعني، طالب يا سيدي في مجلس الأمن، في حقوق، في هيئة الأمم المتحدة، المحاكم، دير محكمة في إسرائيل مثلا في 73، طالب بحقوقه وحقوق الناس، ليش ما تكرر على الأقل يا أخي. نفس الشيء في سيدي السايح، عندك شركة بريطانية على فكرة، هذه نقطة ما ذكرتهاش، شركة تأمين بريطانية على طائرات ما خلاهاش تخش في التحقيق، ما خلاهاش تخش في سيدي السايح، وقتل بكار ونهاها، شيء الملف مجهول حتى يومنا هذا، ولابد أهالي الضحايا طالبوا بحقوقهم، بحقوق أبنائهم، هو أبنائنا نحن، أبناء الوطن، كل إنسان فقدناه يعني قيمته كبيرة جدا. ولذلك أخي الكريم نستطيع أن نخرج بقضايا كثيرة وعبر دروس كل من هذه الكوارث الأربعة. أعتقد أني انتهيت من سرد أحداث الطائرات، إلا إذا هناك استدراك من المستمع الكريم أو هناك حقائق أخرى تخرج قريبا، نستطيع أن يكون هناك بإذن الله حلقة لنستدرك بعض الحقائق
وبعض الأمور الأخرى التي حتى لا نظلم أي من الضحايا ولا نظلم الوطن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهؤلاء الضحايا جميعا، وأن يعوض الوطن عنهم خير. كل واحد منهم أمة، كل واحد أمة. ليبيا فقدت البترول، هذا لا شيء أمام قيمة الإنسان وعطاه للوطن. كل البترول، الرجل يجيب البترول، يجيب المال، يجيب البناء، يجيب الطريق، لكن الطريق والبترول ما يجيبنش الرجال والذين فقدناهم. كل إنسان كارثة، كل فرد ضاعف من ليبيا سواء طالب ولا فقيه ولا عامل ولا ضحية طائرة، كارثة أسوأ من كوارث فقدان البترول أو فقدان المال أو فقدان القضايا الدنيوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع وأن يرزقنا بالحكم الجاي الجديد. أسأل الله سبحانه يكون يسمع الحكومات اللي تعاركوا في تونس، أسمعوا هذه الكوارث، وأن نتعلم أن نبني وطن آمن مدني يلم الجميع ويحفظ الجميع، وأولهم إكرام الإنسان كما أكرم الله سبحانه وتعالى. نكمل بإذن الله مأساة جديدة في الحلقات القادمة في النظام السابق. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.